أنا بس عايز أوضح نقطة وأهمية العلاقات اللي زي دي مع الأندية الكبيرة، لأن أنا كنت من يومين بتكلم أنا والكابتن أسامة عن هذه التجربة الخاصة بي، وأبهرني بالملاحظات اللي شافها هناك. طب أبهرك أنت لوحدك، ما تخليه يبهرني أنا. طيب ما أنت ما بتسألش. طب ابهرني يا كابتن أسامة، بتحولني على حاجة تانية. عايزه يبهر السادة المشاهدين لأنه شاف ازاي الناس دي بتبني للمستقبل، وبعدين مش هيخاف، لدرجه ان في جزء من اللعيبه اللي جايه النهارده كانوا ناشئين وقت ما راح. وهو عشان كده عارف التشكيل. هي المعايشه كانت من تقريبا من سنه ونص، يعني او سنتين او سنه ونص. حبيت اتعلم اشوف يعني الجديد في كره القدم. وقتها كنت شغال في التدريب. فيعني حبيت المدرسه الالمانيه وخاصه بايرن ميونخ. الالمان دايما ما بيسيبوش حاجه للصدفه، كل حاجه بتبقى مدروسه وبالعلم. وخاصه كمان في مجال التدريب، شفنا ما شاء الله الكره الالمانيه بيوصلوا نهائيات كاس العالم، بياخدوا كاس عالم على مستوى الانديه. بايرن ميونخ من اكبر الانديه الموجوده في العالم. فروحت هناك عشان يعني اشوف الموضوع عن قرب. هناك كانت المعايشه مع الفريق الاول، وايضا برضو رحت قطاع الناشئين وانبهرت قطاع الناشئين، وحاولت اوصل الصوره الموجوده هناك في قطاع الناشئين. خاصة ان البايرن دلوقتي يعني الارقام اللي بتدفع في الكورة ما يقدروش هم يجاروا برشلونة او ريال مدريد في الارقام، فبدأوا يتجهوا ان يعملوا قطاع ناشئين هناك يتصرف عليه بمستوى عالي جدا، ويبدأوا يطلعوا لعيبة منه. الاول الفترة اللي انا شفتها عن قرب مع الفريق الاول، يعني اللعيبة اللي موجودة اللي هتكون موجودة امام النادي الاهلي بكرة، كومان وجنابري واللعيبة دي كانت ناشئين في وسط لعيبه كبار، روبن وريبيري اللعيبه الكبار دي. فدي لعيبه اكتسبت خبرات، ودلوقتي ما شاء الله بدات تكون من احسن اللعيبه الموجوده في العالم وفي المانيا. الكره الالمانيه كره يعني انت بتاخد منها الجديه، بتاخد منها الاصرار، بتاخد منها اللياقه البدنيه العاليه، بيهتموا بكل الجوانب دي. يعني ما تلاقيش في شغل او في المهاره العاليه زي البرازيليين، على قد ان في دايما الجديه في المباراه. شفناها في مباراه كاس العالم المانيا امام البرازيل. انت النهارده الالمان بيكسبوا البرازيل في ملعبهم 7 بنتيجه كبيره جدا، وبيقصوا عليهم بنتيجه كبيره، وده شفناه مع الانديه برضو مع بايرن ميونخ. فالنهارده انت بتلعب مدرسه عندها المهاره العاليه، ومع المهاره العاليه كمان الجماعيه. احنا قلنا النقطه اللي كانت هتكسبنا في مباراه الدحيل، ان الدحيل بيعتمد على الفرديه مقابل النادي الاهلي بيعتمد على الجماعيه وعنده المهاره. انت هتقابل بقى مدرسه مختلفه، مدرسه بايرن ميونخ، مدرسه فيها المهاره العاليه الفرديه، وفيها كمان الشغل الجماعي. تلاقي فريق بيلعب كله كتله واحده، سواء في الدفاع بتلاقيه بيدافع ب10، وفي الهجوم بيهاجم ب10. ده بيعمل لك التحول السريع. ده التحول السريع ده جاي ان الالمان عندهم لياقه بدنيه عاليه. يعني انت النهارده بتشوف يا كابتن عدلي نادي بيلعب من 48 ساعه امام هيرتا برلين، لا هتلاقيه بنفس الكفاءه البدنيه امام النادي الاهلي بكره.